هلو، ويلكم باك. اليوم ثالث يوم على التوالي اسوي ريفيو. That's so great. قاعد احاول اني I build up to 7 days. يعني اذا قدرت اسوي 7 days على التوالي that would be so great. هذا my own challenge. فيب اليوم راح تكون الفقرة book versus movie. من زمان انا مو مسوي book versus movie. فاليوم الكتاب والموفي اللي انا اخترته اللي هو بيستلي تأليف أليكس فلين. الكتاب إنتاج 2007 والموفي إنتاج 2011. أول شيء بتكلم عن الكتاب بشكل مختصر. القصة باختصار هي ريتيلينج لقصة بيوتي أند ذا بيست. obviously القصة تبدي بجروب ثربي، بس نلاحظ أن الشخصيات اللي فيه يكونون مو ناس عادية، يكونون شخصيات قصص خيالية، يعني Little Mermaid, Sleeping Beauty، يعني Other Princesses. أوكي. وقاعد معاهم بنفس المكان بطل القصة كايل كينغزبري. كايل طول عمره arrogant وحاسب نفسه فوق الكل وأحلى من الناس كلهم in a literal sense. فتيه الساحرة كندرا و يعني تلقي عليه مثل سحر او لعنة، بحيث انه يكون قبيح from the outside يعني مثل ما هو قبيح in the inside. وبهالشكل القبيح هذا لازم يلقى واحدة تحبه خلال سنة او راح يظل بهالشكل الى الابد. وهني يجي دور البطلة ليندي. بس ما نحرق اكثر. اللي عجبني بالكتاب ان القصة fast paced، بسرعة مشت. انا قريتها بليلة واحدة فها وايد عجبني وخلاني اندمج بالقصة وكذي. بس اللي ما عجبني بالقصة انها حيل shallow، ما حسيت في حبكة. زين يعني زين اوكي هو يعاني وكذي. حتى يوميات البطلة ما حسيت انه هو يحبها من صجة، حسيت انه يبيها بس عشان to break the spell, that's all. ف يعني حبهم يعني الرومانس ما كان ذاك الزود. يعني شخصيا يعني وانا واحدة I'm a romance junkie so يعني هذا big part. but النهاية عوضت وكانت وايد حلوة. so يعني I was kind of ما ادري شلون on a roller coaster، ان شيء يعجبني شيء مو عاجبني. اوكي حركت الحبكة وحركت النهاية. اوكي so much for ما ابي احرق. ف 3 stars is very good rating حقه بالنسبة لي انا. وايد حلو but يعني كان ممكن يكون افضل. اني الحين عند الموفي. صراحة انا اكثر شيء يعني جذبني اني اشوف الموفي البطلة فينيسا هاجنز. OMG she's my idol, I love her. فمن هاي سكول ميوزيكال شفتها انا وايد احبها. فيوم دريت انها بتمثل شيء فيري تيل وشو كذي OMG I got to see it. so نطرت انا الفيلم تقريبا سنتين لين نزل. فيوم شفته يمكن شفته يعني خلال الأسبوع يمكن شفته 30 مرة يعني، أو يمكن أقل أو أكثر يعني بشوية يعني، بس على الحدود يعني. فالموفي لا يمت للكتاب بأي صلة. ما له شغل لا ترتيب الأحداث لا الشخصيات ولا شيء. اللهم بس أسامي الأبطال فقط لا غير. الشخصيات مختلفة تماما، كل شيء مختلف. ف it's like seeing two versions of the same story. but يعني أنا شخصيا فضلت الكتاب أكثر. الموفي كان جيد بس حسيت كان they were tight on budget or something، اللي يعني ما كان الإخراج ذاك الزود. so شخصياً for me I recommend the book more than the movie, although the movie is kind of good لأني obviously شفته وايد أنا بس عن النظرة يعني لا أكثر. فأنا شخصياً أعطي 6.5 من 10 which is very good على الإخراج ومدة الفيلم. أنا بالنسبة لي is fair يعني.
فيا هذا كان ريفيوي لي بيستلي. انا قاعده احاول اني اجيب مور بوك فيرسز موفيز لان وايد ناس يحبون ذيز فيديوز, سو ام ايل تراي تو ميك مور اوف ذيز. وام بلانينج ان اسوي نيو بلاي ليست اللي هي موفيز ريفيو, ان ما لها شغل بالكتب جاست موفيز. فراح يصير عندي 3 بلاي ليست: بوكس ريفيوز, بوك فيرسز موفيز, اند موفيز ريفيوز. إذا عندكم أي فكرة لبلاي ليست جديدة على أساس إني أقدر أسوي عليها ريفيو, please tell me. I'm open for suggestions. And yep, I hope you enjoyed my review. معكم ضحى الحداد, نشوفكم بالفيديو الجاي إن شاء الله.